نفى أن يكون أن تكون العملة الوطنية في مرحلة انهيار. بن عبد الرحمن يصرح الدينار سيستعيد قوته نهاية 2021. والجزائر ستشهد انطلاقة اقتصادية قوية في الأيام المقبلة. شوف هذا السيد يكذب عيني عينك. يكذب عيني عينك. ويوعد هكذاك برك. قبل ما نعلق على هذا السيد هذا الكذاب، يعني اليوم الوزارات تاع تبون راهم يتسابقوا شكون يكذب أكثر من الآخر. وهذاك من أحد كبار الكذابين. لانه على كل حال الميداليه الذهبيه اكبر كذاب هو تبون، معروف اكبر كذاب هو تبون. هذا السيد بعد هذا بن عبد الرحمن وزير الماليه، نهار اللي نقصت السيوله في البنوك وفي المراكز تاع البريد في فيفريي اللي فات، الناس في جانفي ديجا كانت تاعو ناقصه، يقول لهم يجي يصرح باللي مشكل السيولة يتحل في الأيام القادمة. قال في هذه الأيام يتحل مشكل السيولة، يعني يكون الكاش يكون الاسباس الناس تقدر تعجب دراهمها. أنا البارح سمعت باللي في الشريعة في ولاية تبسة نازلوا مظاهرات لأنهم ما عندهمش سيولة، ما صابوش سيولة، الناس باش تقضي ما عندهاش باش تقضي، ما كانش كارت بونكير وما كانش شيك وما كانش، ناس عندها دراهم وصايبه روحها فقيره، عنده دراهم في البوسطه في البنكة بصح ما عندوش في مكتوبه باش يقضي، يعني راح يموت للشر. ناس في نفس المنطقه بلغونا من تبسة من الشريعه بالتحديد باش يجبد مليون يلزم يخلص 100,000، يتزوج ملايين 200,000، تشيبا عيناني. ولا واحد يجي يوقفهم يقول لك هذه هي الجزائر الجديده تاع تبون. دونك هذا الوعد اللي يقول لك السيوله تحل المشكل تاعها تحل، ها مازالوا يا سي بن عبد الرحمن. ودرك تجي تقول الدينار ماهوش في حاله انهيار، واش لي الاخر؟ انت يا دينار اسمع 100,000 تاع الجزائر 1000 دينار ما تجيبلكش 50 أورو، ما تجيبلي 5 أورو، شنو هذا؟ قالوا ماهوش انهيار. نهار اللي كان الدينار بشلاغمو وبقوته كان يدير الدوبل تاع الفرنك الفرنسي، كان يعمل الضعف تاع الفرنك الفرنسي أو قريب من الضعف. المهم على 100,000 تاع الجزائر يمدلك 180,000 تاع فرنسا. كان دينار مش لغمو، كانت عملة صعبة، كان قوي. أما اليوم راهو تباع في السكوار سمعت، وراهو يطايش هاد الدينار هذا ما صابولوش حتى شكون يقبل به.